السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ تجربتي اليوم لسيارة اللكسس إي إس موديل 2019 بدي مساعدتكم أنتوا لحتى نجاوب على سؤال مهم. اللكسس إي إس ارتبط هذا الاسم هون عندنا بدولة الإمارات بأنها سيارة تاكسي بتستخدمها كل من شركتي أوبر وكريم، وهذا طبعا كان سلاح ذو حدين. فلكسس بهيك ضمنت مبيعات عالية لسيارات الإي إس، ولكن تغيرت نظرة الناس بالنسبة لهاي السيارة. وهون بدي مساعدة مشاهدينا بدولة الإمارات وباقي الدول العربية لحتى نجاوب على هاي الأسئلة. أولا، هل ممكن أنتوا تروحوا تقتنوا وتشتروا سيارة إي إس جديدة؟ وبنفس الوقت، هل اسم إي إس ضل بيعني لكم الفخامة اليابانية؟ اتركوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو للإجابة على هاي الأسئلة لحتى نشوف كيف الناس نظرتها لسيارة الإي إس بالوطن العربي. طبعا اللكسس إي إس هي سيارة سيدان متوسطة فخمة، ولطالما اعتبرت بأنها المنافس الاقتصادي لسيارات مثل المرسيدس إي كلاس، البي ام دبليو 5 سيريز، والأودي اي 6، ولكنها بأسعارها بأسواقنا عم تتنافس مباشرة مع سيارات مثل الإنفينيتي كيو 70 والجينيسيس جي 80. يلا خليني أعرفكم أكثر على اللكسس إي إس 2019 ونشوف شو التحديثات اللي حصلت عليها بهذا الموديل الجديد. خلينا نبدأ بالتصميم الخارجي. اللكسس إي إس 2019 هي سيارة أعرض وأطول من الموديل السابق، وحالياً عم تتبع لغة تصميم لكسس الجريئة الجديدة، واللي بتتميز طبعاً بشبك أمامي كتير كبير. الخطوط اللي عليه عم تختلف على حسب نسخ السيارة، فمثلاً الإي إس 350 إف سبورت بتحصل على خطوط متقاطعة بمقدمة السيارة، أما الإي إس 300 إتش وهي الهايبريد واللي هي معنا اليوم، مثل ما أنتم شايفين الخطوط فيها مستقيمة ونازلة على الشبك الأمامي. وأيضا شعار لكسس عم بحمل لون أزرق بالخلفية، وهذا هو اللي بيميز سيارات الهايبريد من لكسس. المصابيح الأمامية بالإي إس 300H بلاتينوم عم تحصل على 3 مجموعات من مصابيح LED، وأيضا عم تحصل على مصابيح LED نهارية على شكل حرف L واللي هو بيميز سيارات لكسس. أما بالنسبة للخطوط على بدي السيارة فكلها قوية وجريئة، وهذا هو اللي عم بيميز لغة تصميم لكسس الجديدة. أما بالنسبة لسقف السيارة فعم نشوف كيف عم بنحني كثير من الخلف لحتى يعطي طابع شوي رياضي للسيارة، لكن هل هذا حيأثر على المساحة الموجودة للركاب بالخلف؟ هذا رح نعرفه لاحقا بالفيديو. أما بالنسبة للجنوط المستخدم على الإي إس 300H فهم بقياس 18 إنش وبيستخدموا إطارات لتخفيض الضجيج، وكمان بالخلف عم نحصل على مصابيح LED جديدة بالكامل. أما من الداخل فالتصميم صار نظيف وأنيق أكثر من تصميم الموديل السابق، مع استخدامهم لشاشتين، واحدة بلوحة العدادات وشاشة كبيرة كتير موجودة بأعلى التابلو هون، وحركوا ساعة لكسس من منتصف المقصورة ووضعوها بجانب الشاشة، وعم نحصل على خطوط مستقيمة كتير بتزيد إحساسك بالمساحة المقصورة، أصلا مساحتها كبيرة جدا. وكمان عم نلاحظ أنه كل الأزرار الموجودة على التابلو هي موجهة وبمتناول السائق، لكن مع هيك أنا عم بستغرب من مواقع بعض الأزرار بالسيارة. فمثلا عندنا أزرار التحكم بتبريد الكراسي موجودة بأسفل التابلو هون، استغربت ليش ما حاطينهم مع أزرار التحكم بالكلايمت كنترول لكان الوصول لهم أسهل. وكمان عندنا أزرار الموجودة على المقود، فعلى اليسار في عندنا أزرار تخصيص شاشة لوحة العدادات، وبنفس الوقت في أزرار للتحكم بالنظام الصوتي ونظام الاتصال البلوتوث. أما بالناحية اليمين في عندنا أزرار التحكم بالأدابتف كروز كنترول، وأسفلهم عم بيكملوا أزرار التحكم بالنظام الصوتي. ليش ما كلهم موجودين بطرف واحد؟ كان هذا كمان سهل استخدام هاي الأزرار، فهي شوي بتخربط بالاستخدام وبدك وقت لتتعود عليها. ولأن أنهي مواقع الأزرار الغريبة، في عنا قرصين موجودين هون أعلى لوحة العدادات، واحد على اليمين للتحكم بوضعيات القيادة والتاني للتحكم بالتراكشن كنترول. أما إذا بدأنا نتكلم عن نوعية المواد
المستخدمة فكلها من جودة عالية جدا، فعندنا استخدام لجلد معدن وخشب بكل أنحاء المقصورة، وعم نحصل على جلد من نوعية عالية جدا على المقاعد، واللي هي بتيجي طبعا مع تحكم كهربائي. وفي اهتمام لبعض التفاصيل، فعندنا خياطة هون للجلد الموجود بأعلى لوحة العدادات، وكمان خياطة على الجلد الموجود هون أمام الراكب الأمامي. ولكن هذا كله ما عم يمنع أنه عم نحصل على بعض البلاستيك الخفيف هون بأسفل الكونسول الوسطي، وأيضا على أماكن التخزين بالأبواب، وهذا الشيء يمكن تتفوق فيه السيارات الألمانية المنافسة. وعم بستمر اهتمام لكسس للتفاصيل هون بالخلف، فالزجاج الخلفي عم بحصل على حاجب شمس يدوي، حتى انه قطعة الزجاج الصغيرة الموجودة هون بالزجاج الخلفي إلها حاجب شمس خاص فيها، وعندنا طبعا حاجب شمس كهربائي موجود للزجاج الخلفي. وطبعا مثل ما انتم شايفين المساحة هون بالخلف كبيرة جدا، مع مساحة كبيرة قدامي، وحتى تصميم السيارة الخارجي ما أثر على المساحة فوق راسي. ولكسس فخورة جدا بمقياس مهم جدا، هو انه المسافة من اسفل المقعد الخلفي هون لظهر المقعد الامامي هون بتوصل لمتر كامل. ولحتى تزيد الراحة هون للركاب بالخلف، في عنا مسند لليدين كبير كتير طبعا، مع كاب هولدرز وازرار للتحكم بنظام التكييف هون بالخلف، وللتحكم بالميديا ونظام الراديو كمان الموجود بالسيارة. وايضا لتزيد الفخامة والراحة الموجودة هون للركاب بالخلف، بالـ ES300H Platinum عم نحصل على زرار للتحكم بميلان ظهر المقعد الخلفي، واللي هو بيعطيك أكبر راحة ممكنة بالجلوس هون بالخلف. وكتير حبيت بالإيس الجديدة كيف لكسس اهتمت ببعض التفاصيل الدقيقة، فمثلا أعطوا السائق زرين هون للتحكم بوضعية مقعد الراكب، فمثلا إذا كان ابنك الصغير أو شخص كبير بالعمر بدهم يجلسوا هون وعندهم صعوبة للتحكم بالمقعد بالأزرار الموجودة بالأسفل، أنت بتقدر تتحكم بوضع المقعد لحتى تجد وضع مناسب لإلهم ومريح لإلهم. وكمان عم نحصل هون بجانب مخرجين اليو اس بي لشحن الموبايل لمكان مخصص بثبت موبايلك فيه لحتى يكون وانت عم بتقود بمكان ووضع آمن. وكمان عنا بالكونسل الوسطي مكان مخصص للموبايل وفيه شحن لاسلكي، فموبايلك راح يكون متصل بالبلوتوث وعم بشحن طول ما انت عم تستخدمه وعم بتقود السيارة. وبختم هاي التفاصيل الدقيقة اللي كتير عجبتني بالكاب هولدر الموجود هون خلف الجير، فهو عميق كفاية تسع لزجاجة مي صغيرة، ولكن بنفس الوقت وبزر صغير بتقلل من عمقه لحتى يتسع لكوب القهوة تبعك. وهلأ خليني أكلمكم عن لائحة الميزات والمواصفات الكتيرة اللي عم نحصل عليها مع الـ ES300H Platinum. فبداية مثل ما قلنا في عنا شاشة بلوحة العدادات بيتغير شكلها مع تغيير وضعيات القيادة، وأيضا تقدر تتحكم بالمعلومات الظاهرة عليها وتخصصها عن طريق الأزرار الموجودة على المقود. أما شاشة نظام الترفيه فهي شاشة كبيرة جدا بقياس 12.3 إنش، ولكنها مش شاشة لمس، وبتقدر تتحكم فيها من الأزرار ولوح اللمس هذا الموجود بالكونسول الوسطي، واللي هو موجود بمكان مريح جدا. ولكن استخدام هاي الأزرار ولوحة اللمس هاي شوي صعب، وبدك وقت طويل لحتى تقدر تتعود على استخدامه خاصة وقت القيادة. طبعا هذا النظام من لكسس عم بيوفر لنا نافيجيشن، اتصال بلوتوث للموبايل، وبتقدر تتحكم عن طريق الشاشة بالكلايمت كنترول واللي هو ثلاث المناطق بالسيارة، وأيضا تتحكم بالنظام الصوتي الرائع بالـ ES300H Platinum واللي هو بيحصل على 17 مكبر صوت من شركة مارك ليفنسون. وأيضا الشاشة فيها خاصية بتقدر فيها أنت تقسم الشاشة لتعرض مجموعتين مختلفتين من المعلومات، أنت بتقدر تتحكم فيهم على حسب رغبتك. وإذا ما كنت حابب تستخدم الشاشة لتتحكم بالنظام الصوتي ونظام الكلايمت كنترول، ففي عندك أزرار بتساعدك على هيك موجودة هون بمنتصف التابلو. ومثل ما قلت لكم هون بالأسفل في عنا زرين للتحكم بالتبريد الموجود بالمقاعد، وأيضا زر لفتح وإغلاق الستار الموجود على الزجاج الخلفي للسيارة.
أما بالنسبة لأنظمة السلامة والمساعدة للقيادة بالإي إس 300 إتش بلاتينوم، فأولاً في عنا أكياس هوائية بكل أنحاء السيارة، وأيضاً في عنا نظام تثبيت سرعة تكيفي أدابتيف كروز كنترول، نظام تنبيهك بالخروج عن المسار، ونظام إرجاع السيارة إلى المسار، وكمان عنا في تنبيه بالنقطة العمياء وتنبيهك والتدخل عند الإحساس بأي اصطدام محتمل. ولحتى يركز السائق على القيادة والنظر على الطريق دائما، في عنا هيدز اب ديسبلاي بيعرض معلومات مختلفة، منها معلومات طبعا الادابتيف كروز كنترول، وايضا معلومات النافيجيشن، وطبعا المعلومات المعروفة مثل السرعة، وحتى هون عم بورجيك معلومات شحن البطارية الموجودة بسيارة الهايبريد معنا. أما بالنسبة للكاميرات والحساسات الموجودة بالإي إس 300 إتش بلاتينوم، فعم تعطيك رؤية 360 درجة حول السيارة، إما بتكون بيردز آي فيو أو بتكون 360 درجة على شكل 3D من خارج السيارة، أو حتى في نظرة 3D وأنت كأنك داخل السيارة. وهذا النظام كمان عم بقدر ينبهك بأي حركة سير وأي حركة مشاة حول السيارة كمان. خليني أبدأ الكلام عن قيادة السيارة بالمحركات المتوفرة معانا بالإي إس 2019. فالإي إس 250 عم تحصل على محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر، أما الإي إس 350 فعم تحصل على محرك V6 بسعة 3.5 لتر عم بيولد 300 حصان، أما الإي إس 300H اللي معنا اليوم فعم تحصل على محرك وقود 4 سلندر بسعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي، مجموع القوة اللي عم بولدوها بيوصل ل 215 حصان، وهذا بيدفع الـ ES 300H لتسارع ل 100 كيلومتر بالساعة ب 8.3 ثانية. والـ ES 300H بالسرعات المنخفضة لما تكون مثلا بباركينج أو داخل باركينج مول أو مثلا بشوارع داخلية، هي تقدر تستخدم محرك الكهربائي فقط لتدفع السيارة، وهذا بسموه الـ EV مود، وأنت في عندك زر خاص لتشغيل هاي الخاصية لما تكون طبعا البطاريات مشحونة بشكل جيد، وهذا طبعا بيعلي توفير الوقود داخل السيارة. وكل هذا طبعا بيعتمد على طريقة استخدامك لنظام الهايبريد، فأنت لما تضغط على السيارة أكيد راح تستهلك وقود أكبر، ولكن بنفس الوقت بتكون عم تشحن البطارية أكثر. وفي عنا طبعا شحن للبطارية أو إعادة شحن للبطارية عن طريق الفرامل كمان، فهي كمان بتشحن البطارية لما تكون أنت عم تخفض السرعة باستخدام الفرامل أو بمجرد ما أنك تشيل إجرك عن دواسة الوقود. أول شيء راح يلفت انتباهك مثلي لما تقود الـ ES 300H هو كمية الهدوء اللي عم تحصل عليه داخل المقصورة. فليكسس اشتغلت كتير على عزل الصوت بتصميم بادي السيارة، وكمان هن عم بيستخدموا نظام بيقلل من الضجيج داخل المقصورة، فهو عم يستخدم ميكروفونات موجودة هون، فهذا الميكروفون بيلتقط أي ضجيج عم بدخل لداخل المقصورة وبينتج موجات صوتية معاكسة بتقلل من هذا الضجيج لحتى نحصل على قمة الهدوء وإحنا عم نقود الـ ES 300H. خليني أورجيكم مدى الهدوء داخل السيارة وإحنا على سرعات عادية. فعلا يعني هدوء رائع، بتحس كأنها سيارة كهربائية، لدرجة انه لما بتيجي تشغل السيارة لأول مرة انت بتقول السيارة اشتغلت ولا لا، لانه ما تسمع صوت محرك نهائيا. يعني الشيء الوحيد اللي بقولك انه السيارة اشتغلت هو لما تطلع قدامك على لوحة العدادات وتشوف انه في ضوء عم بقولك ready، فالسيارة جاهزة للقيادة. نرجع للهدوء شوي، لكن الشيء الوحيد اللي بعكر مزاجك وصفك وهدوءك داخل السيارة هو مثل ما قلت لكم المحرك عم بتصل بجير CVT أو جير التعشيق المستمر، ومثل ما تعودتوا علي مع هذا الجير بمجرد ما نضغط على أي سيارة فيها جير CVT شو منحصل؟ منحصل على أن المحرك عم بعلق بدورات محرك كتير عالية وبضل صوته كتير عالي دائما ومنسمعه داخل المقصورة. خليني أورجيكم هلأ بضغط على السيارة،
المحرك دائما دوراته عالية وصوت عالي، صوت عالي مستمر مستمر مستمر. يعني مع كل شغل لكسس على تخفيض الضجيج داخل المقصورة، لكن لسه السي في تي سبب هذا الضجيج اللي عم بصدر من المحرك. طبعا هو أقل بكتير من أي سيارات تانية بسبب مثل ما قلنا اشتغال لكسس على تقليل نسبة الصوت داخل المقصورة والضجيج، ولكن السي في تي مع انه عم بيعطينا توفير وقود عالي، ولكن بمجرد ما انت تحاول تضغط على السيارة دائما المحرك بدورات محرك عالي دائما على طول مع ضجيج مستمر دائما. اما تعليق السيارة بالاي اس 300 اتش فهو نظام ذكي جدا وعم بقرأ حالة الطريق، السرعة اللي عم تقود فيها، وهل السيارة بخط مستقيم ولا بتلف، ليش، لحتى يوزع الضغط على المخمدات الموجودة بالعجلات الأربعة ويعطيك إما أنه تخفيض شديد جدا للتعرجات والمطبات الموجودة بالطريق، أو لما تكون مثلا عم بتلف بالسيارة بسرعة بزيد من قساوت التعليق لحتى يقلل من البادي رول بالسيارة. وهذا كله مع مقود القيادة اللي فيه حساسية عالية فعلا أعطانا قيادة أنا فاجأتني بسيارة الإي إس وما كنت متوقعها ابدا من سياره بهذا الحجم. ويمكن اقول انه لكسس حبت تعطينا شويه طابع رياضي بالقياده مثل ما تويوتا عملت بالكامري الجديده، خاصه طبعا انت حتحس بهيك بمجرد ما تفوت على وضعيه سبورت للقياده، فانت عم تحصل على اكثر قوه من المحرك، وطبعا بتقل عندك الحساسيه الموجوده بمقود القياده، وكمان المخمدات بتصير قاسي والسسبنشن قاسي بالسياره، فهذا بيعطيك حساسيه أكبر وفيدباك أعلى لحتى تقدر تقود هاي السيارة حتى بالمنعطفات بطريقة شوي ممكن نسميها فيها متعة. طبعا لا تبالغوا فيها، لسه السيارة فعلا قاعدة عجلاتها طويلة كتير، وطبعا تماسكها على الأرض مش عالي كتير، ولكن فعلا بحيي لكسس انه اهتموا بهذا الطابع الرياضي بالقيادة مثل ما قلنا تويوتا بشكل عام عم تحاول تعطينا اياه حاليا بسياراتها الجديدة. خليني أختم تجربة اليوم بأسعار الـ ES المتوفرة بأسواقنا بالإمارات. فالـ ES 250 عم تكون سعرها 195,000 درهم، أما بالنسبة للـ ES 350 فأسعارها عم تتراوح بين 195,000 درهم وتوصل 245,000 درهم. أما بالنسبة للـ ES 300H فهي عم ببدأ سعرها من 205,000 درهم وتوصل مع نسخة البلاتنوم اللي كانت معنا بتجربة اليوم ل 250,000 درهم، وهي أغلى النسخ المتوفرة من الـ ES 2019. وبنهاية الحلقة بدي أذكركم بسؤالي ببداية الحلقة، شو هي نظرتكم بالنسبة لسيارة الـ ES؟ هل هي مثل ما عندنا بدولة الإمارات الناس بنظروا لها لسيارة تاكسي لكل من أوبر وكريم، ولا لسه عم تنظروا للكسس ES كمعنى للفخامة اليابانية؟ أرجو أن تكون عجبتكم تجربتي لليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله، مع السلامة.